أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في برنامج الفيزياء لغات Physics for Grade 3 Secondary Stage. معكم هالة حسن من نصر بث المباشر، الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم، وهنبدأ مع بعض سمستر 2. كنا في سمستر 1 خلصنا شابترز من 1 ل 3، النهاردة هنبدأ شابتر 4. شابتر 4 بيتكلم على الالترنيتنج كارنت سيركتس. ف by the end of the lesson you will be able to، يعني مع نهاية الليسون بتاعنا هتبتدي حضرتك تكون عارف to differentiate between direct and alternating current circuit، هتعرف تفرق ما بين direct current و alternating current. Recognize the periodic time of the AC circuit of the AC current، هتعرف يعني ايه ال periodic time بتاع ال AC current. Recognize the frequency of the AC current، هتعرف ال frequency بتاع ال AC current. Differentiate between the idea of operation of the hot wire ammeter and the moving coil ammeter، هتعرف تفرق ما بين حاجة جديدة هناخدها اسمها ال hot wire ammeter، ده نوع ammeter غير ال ammeter اللي انت كنت عارفه اللي خدناه في سمستر 1 اللي كان اسمه moving coil ammeter، اللي هو اتعمل من الموفينج كويل جلفانوميتر. وهن compare between the structure of the hot wire ammeter and الموفينج كويل ammeter، هنعمل comparison ما بين الهوت واير ammeter والموفينج كويل ammeter، وهن compare between ال AC and DC. ونبدأ كلامنا. ده شكل ال AC، شكل alternating current، هو varying with time، الـ intensity بتاعته مش ثابتة. نقول AC current characteristics، أول حاجة its intensity increases، واخد بالك intensity بتاعتنا بت increase بتزيد from zero to maximum، أهي نقول هنا من zero بتزيد الـ intensity بتاعتي لحد لما توصل للـ maximum، then drops to zero again، تنزل تاني للزيرو، لاحظ ان هنا زيرو اهو، in the first half cycle، عملنا كده half cycle، ده الفيرست half cycle بتاعي. وبعدين next to that the current direction is reversed، لاحظ انا فوق هنا عندي positive direction، تحت هنا negative direction، فالكرنت بتاعي كان في البداية بيتحرك في البوزيتيف دايركشن، الانتنسيتي بتاعته increased from zero to maximum، وبعدين نزلت تاني للزيرو وهي في البوزيتيف دايركشن. بعد كده الدايركشن بتاعنا حصل له ريفرس، اتقلب والانتنسيتي بدأت من الزيرو to maximum and drops back to zero through the second half cycle، يبقى ال first half cycle بيتحرك from zero للmaximum يرجع لزيرو تاني في ال positive direction، ف second half cycle غير ال direction بتاعه، it is reversed، تمام؟ ولما حصل له reverse ال direction بتاعه بيبتدي يتحرك بنفس الطريقة، انه بيمشي from zero to maximum وبعدين يرجع تاني للزيرو مرة تانية، يبقى الانتنسيتي بتاعتنا بتتغير مش كونستانت، اهي الانتنسيتي بتاعتنا تبقى زيرو بتزيد لحد لما توصل ماكسيمم، تنزل لحد ما ترجع زيرو وهكذا، يبقى الانتنسيتي بتاعت ال AC current not constant، الدايركشن كمان بتاع ال AC current not constant، لانه في الفيرست هاف سايكل بيبقى في البوزيتيف دايركشن وفي السكند هاف سايكل بيبقى في النيجاتيف دايركشن. الكاركترستكس بتاعت ال AC current نقول number 3، it is represented graphically by a sine wave، الشكل ده اسمها sine wave، انا لما بعبر عن ال AC current بتاعي بعبر عنه ب sine wave، لان ال sine wave بتاعتي بيحصل لها انها بتزيد from zero to maximum وترجع تنزل للزيرو تاني، وبعدين بتريفرس الدايركشن
تتحرك من الزيرو للماكسيموم وترجع للزيرو تاني، تمام؟ فالالكتريك كارنت انتنسيتي، الالكتروموتيف فورس اللي هي ال V vary their values and direction based on the following relation. وهنا بقى نبتدي نتكلم ماثيماتيكالي شوية. هنا انا معايا ماثيماتيكال ريليشن بتقول لي ان الكرنت عشان اعرف اقيسه الـ AC كرنت بتاعي لازم هتعامل بالساين ويف، فبقت عندي الـ I equal I maximum sin theta. هو انا ليه ما اعملش افريج وارتاح؟ مش هو الكرنت بيزيد وبيقل؟ طب ما انا اخد الافريج. هتلاحظ حضرتك ان احنا بنتكلم في ان انا بجمع مع زيرو، في الحاله دي مش هعرف اطلع ناتج، لان انا في الاخر انا بحط زيرو، بحط ماكسيمم وبحط زيرو وهكذا. فاحنا قلنا او العلماء قالوا ان احنا بناخد الماكسيمم كارنت انتنسيتي سواء من البوزيتيف دايركشن او من النيجاتيف دايركشن بتبقى نفس الرقم، وبضربها في ساين الانجل الثيتا اللي هي من هنا دي كده، تديني الكرنت بتاعي الاي سي كرنت. طيب رجعنا بقى اتكلمنا تاني ان اي ايكوال اي ماكسيمم ساين اوميجا تي، ان الثيتا الثيتا بتاعتي بتعتمد على الفريكوانسي بتاع الكرنت، والفريكوانسي بتاعي بيجي ازاي؟ بيجي من ان الاوميجا دي ايكوال تو باي في اف في الفريكوانسي، فتبقى الاي ايكوال اي ماكسيمم ساين ثيتا لو معايا ثيتا او ساين اوميجا تي لو معايا الاوميجا، والاوميجا هنا بنقول عليها اقدر اعبر عنها بانها بتعبر عن الفريكوانسي، او بنقول ان هي بتعبر عن السبيد اللي هي روتيشنال سبيد. وبعدين عندك ممكن اقول ان هي الاي ماكسيمم ايكوال ساين اي ماكسيمم مضروبه في ساين 2 باي اف تي. طب ده بالنسبه للكرنت انتنسيتي. معايا كام لو؟ هما بقوا 3، هما اصلا واحد. لازم حضرتك تكون عارف التلاتة علشان حسب الجيفن اللي موجود في البروبلم هتعرف تحل. طب بالنسبة للفي بقى، الفي ايكوال في ماكسيمم ساين ثيتا بس؟ لا، انا ممكن اقول ان الفي ايكوال في ماكسيمم ساين اوميجا تي برضو، ممكن اقول ان الفي ايكوال في ماكسيمم ساين 2 باي اف تي. حل كده، شوف احنا فهمنا ولا لا. اهو انا معايا هنا جراف، ساينوسايدال جراف، وبعدين بيقول لك the graph represents the relation between the current intensity and the time. Using the data on the graph, which equation represents the current intensity as a function of time. وبعدين الـ choices بتاعتي I equal 2 sin pi t، I equal 2 sin 10 pi t، I equal 2 cosine 10 pi t، ولا I equal 1.4 sin 10 pi t. شكل السؤال كده هيخوض، بس على فكرة سهل قوي قوي قوي. تعال نبص كده واحدة واحدة. اولا انا عرفت اللوب، اللوب بتاعي بيقول لي I equal I maximum sin theta او sin omega t او sin 2 pi f t. طيب هو انا من هنا اعرف اجيب الاي ماكسيمم؟ ايوه اهي،
ما احنا متفقين ان هنا الكرنت بتاعي بيفاري فروم 0 بيطلع للماكسيمم، بقت الماكسيمم اهي 2. دي اول حاجه، يبقى الاي ماكسيمم ايكوال 2، يبقى انا هشيل نمبر دي من حساباتي. طيب اللو بتاعي اللي انا كنت فاكره وانا عارفه كويس قوي اللي هي اي ايكوال اي ماكسيمم ساين ساين 2 باي اف تي، يبقى انا هشيل نمبر سي عشان نمبر سي بتتكلم بالكوزاين. تمام. طيب طب انا هجيب الاف ازاي؟ هو طالما انه قايل لي باي اهي في باي في الموضوع، يبقى انا هستخدم اللو بتاع ساين 2 باي اف تي، مش هستخدم اللو بتاع ساين ثيتا لان انا ما عنديش انجل هنا، مش هستخدم اللو بتاع ساين اوميجا تي لان انا مش معايا الاوميجا. خدت بالك انا بتكلم ازاي او بفكر ازاي؟ طيب تعال نشوف الفريكوانسي ده انا ممكن اجيبه ازاي. الاول اهو احنا اتفقنا ان الاي ايكوال اي ماكسيمم ساين 2 باي اف تي، هو ده اللو اللي انا هشتغل على اساسه، وبعدين الاي ماكسيمم 2 فهتبقى 2 ساين 2 باي. طب تعال نشوف الاف بتاعتي بجيبها ازاي. بص، هو انت خدت قبل كده ان الفريكوانسي اللي هو number of waves per unit time، او احنا كنا بنقول number of oscillations over time، صح كده؟ فالnumber of oscillations هنا انا معايا crest اهيت ومعايا trough اهيت، ودي هنا one period او one oscillation، هيبقى number of oscillations one. اوفر تايم هنا التايم بتاعي انا جبته منين؟ هو الهاف سايكل الاولانيه التايم بتاعتها 0.1، يبقى الهاف سايكل الثانيه كمان 0.1، يبقى التوتال تايم بتاعي اللي هو البريودك تايم بتاعي 0.2. يبقى هنا انا هقول هعوض ب i equal to sin 2 pi 1 over 0.2 ب t اللي هي دي f. انت لو مسكت الكالكوليتور كده وهتيجي تحسبها هتلاقي هيطلع معايا i equal to اهي 2 اللي هي جايه من الاي ماكسيمم ساين، احنا اتفقنا 2 باي اف تي الاف 1 اوفر 0.2. لو مسكت الكالكوليتر 1 over 0.2 هتطلع 5. ال 5 دي اما هتنضرب في 2 ادتني 10، فبقت i equal to sin 10 pi t. سهلة. بص على ال AC current ممكن يبقى بالشكل ده، يبقى بالشكل ده، ممكن يبقى بالشكل ده، وممكن يبقى كده، كلها sinusoidal wave. تمام. وهي relation ما بين الكرنت والتايم او ما بين البوتنشال ديفرنس والتايم. هنا لما اجي اتكلم على الجرافز دي هناخد بالنا ان الالترنيتنج كرنت takes time to complete one vibration. The time for completion one vibration اسمه periodic time. والperiodic time بنديله symbol T capital. ده غير total time اللي هو time for the whole cycles أو vibrations. دي one vibration بس ال time بتاعها T capital اسمه periodic time. طيب خلي بالك كمان ان الالترنيتنج كارنت makes a number of complete vibrations every one second، وده اسمه frequency. يبقى انا معايا حاجة اسمها periodic time وحاجة اسمها frequency. ال periodic time اللي هو ال time to complete one vibration، اما ال frequency اللي هو a number of complete vibrations every one second. على كده الperiodic time تبقى اليونت بتاعته
second. أما الفريكوانسي تبقى اليونت بتاعت ده فريكوانسي يا جماعة هيبقى بالهرتز. هنا alternating current it is the current that its intensity changes periodically with time from zero أهو to maximum value then back to zero within the first half cycle then its direction is reversed ودي reversed هي راح في النيجاتيف direction and its intensity goes from zero to maximum and drops back to zero through the second half cycle. This vibration is typically repeated each cycle. يعني كل cycle تبص تلاقي ال vibration بتاعتي بتتعمل بنفس الشكل. من zero maximum لزيرو وبعدين reverse direction ويشتغل تاني من zero maximum لزيرو. ده كده اسمه AC current. The periodic time of the AC current, it is the time taken by the alternating current to make one complete cycle. Will T هنا equal 1 over F. خلي بالك. احنا قلنا ان ال T اللي هي time taken by alternating current to make one complete cycle. The frequency can a number of cycles per 1 second. Frequency, أهو, it is the number of complete cycles made by the AC current in 1 second. تبقى relation ما بينهم inverse relation, T equal 1 over F, أو F equal 1 over T. طيب, هنا بقى احنا بنتكلم عندنا هنا في Egypt, الفريكوانسي بتاع الAC بيتغير من country لcountry وعندنا في Egypt الفريكوانسي بتاع الـ AC اللي في بيوتنا كلنا 15 هرتز. لما نتكلم على الـ properties of the alternating current أول حاجة خالص its voltage can be stepped up or down as needed using electric transformer وهنا نقول إيه بقى؟ ده انا معنى كده ان انا اقدر اعلي الفولت واقلل الفولت زي ما انا عايز هستخدم حاجه اسمها ترانسفورمر ده ما بينفعش مع الدي سي كارنت ما اعرفش اعلي الفولت في الدي سي كارنت طيب. كمان حاجه الالكتريكال باور بتاعه الالترناتنج كارنت كان بي ترانسميتد افشنسي ثرو باور لاينز اوفر لونج ديستانسز from the power plant to the consumer minimizing power loss using transformers ده استخدام الترانسفورمر اهو ان انا اقدر انقل الالكتريك باور بتاعتي بتاعه الاي سي كارنت هنقلها من المكان اللي بتتصنع فيه للكونسيومر الراجل او الشخص المستخدم وبنقلها مسافات بعيدة جدا من غير ما نقدر نعمل loss للباور عشان انا بستخدم الترانسفورمر فين نقل المسافات البعيدة هقولك وانت مسافر هتلاحظ ان الكابلات بتاعة الكهرباء في الطريق كله الكهرباء جاية من السد العالي من جنوب مصر واصلة لحد اسكندرية ومرسى مطروح منقولة بأسلاك بكابلات من البلانت أو المصدر للكونسيومر في أي مكان من غير أي لوس اللوس بتاعي ضعيف جدا 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 الباور لوس بتاعي ضعيف جدا ليه؟ عشان أنا بستخدم الترانسفورمر أنا بتحكم في الفولتج بتاع AC current ومن هنا أقدر أنقله من مكان لمكان من غير ما أعمل power loss أو energy loss. It can be rectified. يعني إيه كلمة rectified؟ يعني converted into direct current.
يبقى ال AC current اعرف احوله ل DC current، انما ال DC current ما اعرفش احوله ل AC current. The AC current can be used for some process such as lightning and heating. اعرف استخدم ال AC current في كذا process زي ال lightning وانور بيه البيوت، heating زي الدفايات. But wouldn't be an appropriate choice in others such as electrolysis. يبقى انا الالكتروليسيس هنا بستخدم فيها الدي سي كارنت، الالكتروبلاتينج، الالكتروبلاتينج كمان بستخدم فيها الدي سي كارنت مش بستخدم الاي سي كارنت. الالكتروليسيس اللي هي بنعمل فيها الكتروليسنج ممكن نقول ل سام الكترونكس، او ممكن نقول لو انا عندي سوليوشنز فيها ايونز انا بعمل الكتروليسيس. الالكتروبلاتينج اللي هي بنقدر نعمل معناها طلاء لو هحط اي حاجه بالدي سي كارنت اقدر اطليها، مثلا ذهب زي الاكسسوارز بتاعه البنات اللي بيلبسوها، هي مش بتبقى ذهب حقيقي بس بيبقى عليها طبقه ذهب خفيفه قوي انحطت عليها ازاي بالالكتروبلاتينج. It has a thermal effect when it passes through an ohmic resistance. دلوقتي لما بمر AC current لو على ohmic resistance، ال ohmic resistance بتاعتي بتسخن فبقت thermal effect. يبقى هنا نخلي بالنا ان انا دلوقتي ال ohmic resistance it changes electric energy into thermal energy. دي معلومة مهمة. يعني انا لما بستخدم الاوميك ريزيستنس بيحصل لي انرجي لوس لانها بتحول الالكتريك انرجي انتو ثيرمال انرجي. نتكلم بقى على الهوت واير اميتر، شكله عامل كده بالظبط. هقول لك تخلي بالك من اول نقطه فيه. بص الديستانس ما بين الزيرو والوان، ديستانس ما بين الوان والتو، ديستانس ما بين التو والثري، ديستانس ما بين الثري والفور، ديستانس ما بين الفور والفايف، they are not equal. دي أول ملحوظة تخلي بالك منها، يعني مش زي الأميتر. الموفينج كويل أميتر كان بيبقى الديستانس بتاعتي equal من 0 ل 1، من 1 ل 2 قد بعض، من 1 ل 2 قد من 4 ل 5 مثلا قد بعض، لكن هنا في اختلاف. طيب ده الموفينج كويل اميتر ار نوت valid تو ميجر ذا فاليو اوف ذا alternating كارنت سينس ات changes its intensity and direction consequently. طيب يعني انا دلوقتي الاميتر بتاعي العادي اللي انا عارفه اللي انا عملته من الجلفانوميتر ده بيقيس لي دي سي كويس قوي، لكن ما بيعرفش يقيس اي سي. ليه ما بيعرفش يقيس اي سي؟ لان الاي سي انت عارف ان هو بيغير الدايركشن وبيغير الانتنسيتي كل شويه، فهتبص تلاقي البوينتر بتاع الاميتر رايح جاي رايح جاي فمش هيعرف يقيس. تمام. اما الايديا بتاعه الموفينج كويل اميتر اللي هي based on the stability of the intensity and direction، ده الموفينج كويل اميتر اساس شغله ان هو في ثبات للانتنسيتي والدايركشن، يعني ما بيقيسش غير دي سي. تمام. اما الالترنيتنج كارنت انتنسيتي از ميجرد ديبندنج اون اتس ثيرمال افكت، وهنا هنقول خلي بالك بقى اهو
عشان كده اسمه هوت واير اميتر. انا خدت بالي ان الاي سي كارنت ليه ثيرمال افكت، بما ان ليه ثيرمال افكت استفيد انا من حاجه زي دي، رحت عامل الانسترومنت اللي هيقيس لي الاي سي كارنت، لان الموفينج كويل اميتر ما بيعرفش يقيس الاي سي كارنت. تمام. طيب يبقى الايديا بتاعه الهوت واير اميتر ديبندز اون اتس ثيرمال افكت. وبعدين ده خلي بالك اهو شكل الهوت واير اميتر كمان مره، اتس ا ديفايس يوزد تو ميجر اي سي اور دي سي. الله، هو احنا مش كنا بنقول ان هو بيقيس اي سي ما بيقيسش دي سي؟ لا يا حبيبي بيقيس دي سي كمان. طب ليه بقى؟ هقول لك، لان سواء الاي سي سواء الدي سي الاثنين لهم ثيرمال افكت، بيعدي الاي سي في اي واير بيسخن بعد شويه، بيعدي الدي سي في اي واير بيسخن برضه، طالما ان في ثيرمال افكت للالكتريك كارنت بتاعي سواء كان اي سي او دي سي يبقى انا هقدر استعمل الهوت واير اميتر. تمام. يبقى it measures the AC or DC current intensity based on thermal expansion of a wire made of platinum and iridium alloy. عندي هنا alloy مصنوع من البلاتينم والإريديوم، هو ده لما بيسخن بيحصل له expansion، ولما هيحصل له expansion في الحالة دي هيبتدي البوينتر بتاع الهوت واير اميتر يتحرك. انا هعرف اقيس كمية الكرنت اللي عدت هنا وسخنته وخلته حصل له expansion قد ايه. Uses of the hot wire ameter اتفقنا انها measuring the effective value of the alternating current. هي ايه الافكتيف فاليو دي يا جماعه؟ اللي هي اللي احنا كنا قلنا عليها في اول السيشن، اللي هي equal I maximum sin 2 pi f t، اسمها effective value of the alternating current. ممكن نقول I equal I maximum sin theta، او I equal I maximum sin اوميجا تي، الاي دي اللي هي الافكتيف فاليو اوف ذا الترنيتنج كارنت. يبقى بيقيس الافكتيف فاليو اوف ذا الترنيتنج كارنت اند ميجر دي سي كارنت، والدي سي كارنت مالوش افكتيف فاليو لان هي قيمه ثابته واحده بس، فهي دي سي كارنت. انتنسيتي ات اتس وركينج ايديا از بيزد اون ذا ثيرمال افكت اوف ذا الكتريك كارنت ذات اندبندنت of the current direction. يبقى انا بستخدم الهوت واير اميتر بان انا بقيس الدي سي كارنت او الاي سي كارنت، اي حاجه في الاي سي كارنت، اصل الاي سي كارنت ده بيفاري بيتغير من زيرو لماكسيمم والماكسيمم لزيرو ويرجع يعكس الدايركشن بتاعه، فانا هقول لك ده هو بيقيس الافكتيف فاليو بتاعه الاي سي كارنت. طيب الفكره بتاعته الايديا بتاعته اللي هي بيزد اون ذا ثيرمال افكت of the electric current، وملوش دعوة خالص بالcurrent direction. مش زي الجلفانوميتر كان بيعرفني الcurrent direction، لا ده بيعرفني بس قد ايه current معدي فيه، والcurrent مش فارق معاه AC ولا DC. The idea of operation بيتكلم هنا على ان ال thermal effect of the electric current when electric current سواء كان AC ولا DC passes in an ohmic resistance amount of heat is generated. لما بيعدي current سواء كان AC ولا DC في resistance هيسخن ال resistance، يعني heat is generated، وال heat اللي generated ديت its value depends on the effective value of the electric current intensity. يعني الحرارة اللي حصلت، السخونية اللي حصلت نتيجة ان الكرنت عدى
في الريزيستنس، سواء الكرنت ده كان AC أو DC، كمية الحرارة اللي طلعت دي تعتمد على ايه؟ على الإفكتيف فاليو بتاعت الإلكتريك كرنت. لو كانت قليلة هتسخن لي بنسبة صغيرة، لو كانت كبيرة هتسخن لي بنسبة كبيرة. طيب لما اجي اتكلم على الاستراكشر بتاع الهوت واير اميتر، اول حاجه انا عندي thin wire of platinum and iridium alloy is stretched tightly between the two ends A and B. بص ادي الاند A وادي الواير اهو وادي الاند B. يبقى اول حاجه انا معايا الواير ده اهو مصنوع من بلاتينم اند اريديوم الوي، يبقى مشدود كويس ما بين ال A وال B. طيب معايا السلك تريد is permanently connected at the middle of the thin wire AB اهو ده. سلك تريد خيط رفيع من الحرير مربوط في نص الواير AB بالظبط. And it wound once around a pulley. البولي بتاعتي هنا can rotate about its axis. هو مربوط عند بولي والبولي بتاعتي بتلف حوالين الاكسس بتاعتها. طيب الثريد بتاعي ده is anchored at the other end، في الناحية التانية من الطرف التاني بتاع الثريد بتاعي في عندي هنا سبرينج اهو، والسبرينج بتاعي ده الاند التانية بتاعته هنا فيكسد. تمام خلي بالك، يبقى انا معايا البلاتينم اريديوم الوي مربوطة او مشدودة ما بين التو بوينتس A و B في نصه بالظبط. معايا السلك ثريد، السلك ثريد ده مربوط من طرفه من هنا وبعدين نازل لافف حوالين البولي، والطرف التاني بتاع السلك ثريد مربوط بالسبرينج، والسبرينج ده مش متسيب، لا ده طرفه التاني fixed at the other end. عندك pointer، البوينتر اهو، البوينتر ده mounted to the pulley وبيتحرك على non-uniform scale. شفت ال non-uniform scale دي اللي هي لان انا عندي الديستانس من 0 ل 1 مش قد الديستانس من 4 ل 5، هيبقى اسمه نون يونيفورم سكيل. طيب في عندي سمول ريزيستانس، والسمول ريزيستانس اهيت دي كونكتد ان بارالل مع الواير اي بي، متوصله طرفها من A اهو لبي. طيب انا معايا السمول ريزيستنس دي كونكتد ان بارالل مع الواير اي بي، وهي السمول ريزيستنس دي احنا متفقين ان الاميتر دايما بيبقى فيه شانت ريزيستنس، والشانت ريزيستنس دي احنا عارفين ان هي بتبقى سمول ريزيستنس، فدي تعتبر الشانت ريزيستنس بتاعت الهوت واير اميتر، وان هي it is used as a current divider، بتقسم الكرنت. ازاي بيشتغل الهوت واير اميتر؟ operation of the hot wire ameter. الهوت واير اميتر is connected in series in the circuit، طبعا لانه اميتر فهيبقى connected in series to measure the electric current intensity. تمام طيب هنا بقى اهو
قال لك ان the hot wire ammeter is connected in series in the circuit which is required to measure the AC current passing through it. هبوصله in series عشان اقيس ال current intensity. طيب when the current to be measured passes through the instrument the wire AB expands. ما هو الكرنت احنا متفقين ان هو ليه ثيرمال افكت، فلما الكرنت هيعدي في الواير اي بي اللي هي البلاتينم ريديوم الوي هيحصل له اكسبانشن، هيتمدد. فلما يحصل له اكسبانشن هنا the tension in the wire decreases or loosens. بعد ما كان مشدود خالص هيبتدي التنشن بتاعه يقل، هيبتدي يعمل زي كيرف كده بعد ما كان مفرود مشدود خالص كده. طيب هنا بقى في الحالة دي يبتدي السلك واير بتاعي اللي مربوط من النص ده هيبول الهوت واير، فالبولي دي تبتدي تلف، فلما البولي روتيتس مربوطة هي في ايه؟ في البوينتر، يقوم البوينتر يتحرك it deflects along the scale. يعني انا دلوقتي بوصل الهوت واير اميتر بتاعي in series في السيركت بتاعتنا، فلما هيتوصل هيعدي الكرنت جواه، ومتفقين ان هو بيتوصل in series to measure the electric current intensity. فلما هيعدي الكرنت جواه هتبتدي الواير AB يحصل له expansion علشان احنا متفقين ان في thermal effect للكرنت. فلما هيحصل له expansion هيبتدي السلك واير ده يشد لتحت، وهو بيشد لتحت بيحرك البولي بتاعتنا، ولما البولي بتاعتي هتتحرك هتحرك البوينتر، يقوم البوينتر بتاعي يتحرك along the scale عشان يقيس لي بالظبط هنا في current قد ايه. طيب the reading is taking then the pointer stops at a definite reading when the rate of heat generated in the wire equals the rate of heat lost of it. هو اصل الواير بتاعي مش هيفضل يسخن 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 لحد فين، لا هو بيفضل يسخن فتره معينه وبعدين بيقف. ليه؟ عشان واخد بالك انت، انا عندي هنا في هيت بتطلع في الواير وهي التانية بتخرج منه، يعني الكرنت وهو ماشي بيسخن الواير ويبتدي الواير الهيت جنريتد في الواير دي شوية منها تبتدي تطلع بره lost of it. فالبوينتر هيبتدي يتحرك لحد لما يقف، بيقف امتى؟ لما الريت of heat generated in the wire تبقى equal the rate of heat lost of it. طيب the pointer reading هنا indicates the effective value of the AC current. هنا البوينتر بتاعي بيديني بالظبط ال effective value. When the current is cut لما السيركت بتاعتي تتفتح والكرنت هيقف، مفيش كرنت، مش هيرجع البوينتر بسرعة لمكانه للزيرو تاني. ليه بقى؟ علشان الالوي اي بي مش بتبرد بسرعة جدا، بس هو اللي هيحصل الكرنت لما يحصل له كات هيبتدي الواير يكولز داون، يعني هيبرد and contract pulling the silk thread
returning the pointer back to the zero position. يبتدي الواير بتاعي ال AB واير ده هيبرد، وهو بيبرد يرجع تاني يحصل له contraction، ولما يحصل له contraction السلك ثريد اللي كان شده لتحت ده هيطلع لفوق، وهو طالع لفوق بيحرك معاه البولي، والبولي وهي بتتحرك بتحرك البوينتر، يقوم البوينتر بتاعنا يرجع تاني للزيرو مرة تانية. Disadvantage of the hot wire ammeter. لحد دلوقتي احنا اتفقنا ان الهوت واير اميتر ده از ان انسترومنت كويس جدا، لان هو بيقيس لي الكرنت اللي هو ما كنتش عارف اقيسه بالجلفانوميتر او بالاميتر اللي هو الموفينج كويل اميتر، فده كويس. انا بقيس بي اي سي ما كنتش بعرف اقيسها قبل كده، كنت بعرف اقيس الدي سي كرنت بس. لكن اول ديس ادفانتج هنا للهوت واير اميتر السلو بوينت ديفليكشن. السلو بوينتر ديفليكشن ده on passing the current and the slow revert to zero when the ammeter is disconnected from the circuit. ما هو طبيعي ان على بال ما هيسخن هياخد وقت، اللي هو الواير اي بي الالوي اي بي، فعلى بال ما يسخن هياخد وقت، فهيبقى slow pointer deflection علشان يشاور لي بالظبط على الإفكتيف فاليو بتاعت الكرنت. وبعدين عشان يبرد برضو هياخد وقت، فبيديني برضو سلو ريفرت تو زيرو. فدي لوحدها ديس ادفانتج، انه مش في لحظتها على طول اول ما هوصله ان سيريس في السيركت هيقيس لي، لا هياخد وقت لانه سلو. كمان البلاتينم اريديوم واير از افكتد باي تشينجز in atmospheric temperature، اصلها حساسه جدا. البلاتينم اريديوم الوي دي حساسه جدا جدا، فممكن قوي يحصل لها اكسبانجن بدرجه حراره الجو atmospheric pressure، قصدي atmospheric temperature. طيب هي حالا لما حصل لها اكسبانجن نتيجه الاتموسفيريك تمبريتشر، طب ما هي كده مش هتقيس لي الكرنت بتاعي صح. فاحنا نعمل ايه بقى الاول خالص؟ هي دلوقتي لما بت affected by changes in atmospheric temperature هيحصل ايه هنا؟ هيحصل ان هيحصل فيه zero error. يعني انا لو حالا بقول ان البوينتر بتاعي المفروض هيبقى في البداية عند الزيرو علشان انا مش موصل اي حاجة في السيركت بتاعتنا، لكن سبحان الله نتيجة ان الدنيا بقت حر شوية، تبص تلاقي البلاتينم اريديوم بتاعتي حصل لها اكسبانشن بالشكل ده. فلما حصل لها اكسبانشن بالشكل ده يبتدي البولي بتاعتي تتحرك، وهي بتتحرك بتحرك معايا البوينتر، تتفاجئ بان البوينتر بتاعي واقف هنا مش واقف عند الزيرو. ده بنسميه زيرو ايرور. ايه احنا علشان نتلاشاها to overcome this defect بنعمل ايه؟ احنا بنشد الواير. The wire is stretched on a plate made of a metal having the same expansion coefficient. يعني انا هحط الواير ده مشدود على بليت، البليت له نفس الاكسبانشن كوفيشنت، يعني بيتمدد زيه بالظبط. ففي الحاله دي لما هيحصل اكسبانشن للواير هيحصل
expansion للبلات اللي موجود عليه، فيفضل برضو البوينتر بتاعي بيشاور عند الزيرو مظبوط. طيب احنا اتفقنا ان الهوت واير اميتر السكيل بتاعه مش متقسم مسافات متساوية. طب انا دلوقتي لما هوصل كرنت وهيحصل العملية اللي انا لسه قايل عليها، والبوينتر بتاعي هيشاور على حاجة، طب ما انا مش عارف ده كام، فانا بعمل حاجة اسمها كاليبريشن. الكاليبريشن بتاعتي ان انا هوصل سيركت بتاعتي اهي فيها 2 types of ammeter. انا معايا اهو ده الهوت واير اميتر، ومعايا الموفينج كويل اميتر، وصلهم هما الاثنين ان سيريس وابتدي اوصل كرنت. شوف ده البوينتر بتاعه بيشاور على كام، اروح ظابط هنا عند الرقم بالظبط. عشان كده تبص تلاقي السكيل بتاعي من هنا قريبين من بعض، ابتدي يبعدوا عن بعض، اما ده السكيل بتاعه مظبوط. فالميثود اوف كاليبريشن هنا it is calibrated by comparing it to moving coil galvanometer when they are connected together in series in a DC circuit. لو انت ما خدتش بالك انا هقول لك، انا حالا لما وصلت الهوت واير اميتر والموفينج كويل اميتر، هو موفينج كويل اميتر او موفينج كويل جلفانوميتر، متوصلين بايه؟ بدي سي. طب ليه انا ما وصلتوش باي سي؟ برافو عليك، علشان الموفينج كويل اميتر ده او الموفينج كويل جلفانوميتر ما بيقاسش اي سي، لكن الاثنين بيقيسوا دي سي كارنت. فيبقى انا لما هعمل كالبريشن عشان اشوف الكارنت اللي معدي في السيركت هنا كام، اعرف كام دي من الموفينج كويل اميتر، واظبط عليها الهوت واير اميتر وانا بعمله في البدايه. طيب معايا شويه important notes خاصة بال hot wire ammeter. أول حاجة ال stretched wire اللي هو ما بين ال A وال B ده made of platinum and iridium alloy، دي أول نقطة علشان يبقى sensitive للheat. تاني نقطة احنا اتفقنا ان ال scale بتاع الهوت واير اميتر از نون يونيفورم، السكيل بتاع الموفينج كويل اميتر كان يونيفورم، انما ده السكيل از نون يونيفورم. تمام، its divisions increases as the electric current increases. ليه بقى؟ خلي بالك، علشان because the heat quantity generated in the wire is directly proportional to square the electric current اللي هي ال I square. يبقى نقطة مهمة ان ال heat quantity اللي بتطلع علشان تخلي ال hot wire ammeter يشتغل directly proportional مع square the electric current intensity، مش directly proportional مع ال electric current intensity، لا مع square the electric current intensity. ده معناها ان if the current is doubled the generated heat increases 4 times. اما يزيد ال current للدبل الجنريتد هيت هتبقى 4 times. لما الكرنت بتاع هيبقى 3 times الجنريتد هيت هتبقى 9 times عشان 3 square.
كمان important note the hot wire ammeter can measure both AC and DC ودي اتفقنا عليها لأن ال thermal effect بتاع ال electric current doesn't depend on the current direction. لما نبتدي نعمل comparison ما بين ال hot wire ammeter and the moving coil ammeter. أول نقطة ال hot wire ammeter يعتمد على ال thermal effect of the electric current. لكن الموفينج كويل اميتر بيعتمد على الماجنتيك افكت اوف ذا الكتريك كارنت. الهوت واير اميتر ميجرينج ذا افكتيف فاليو اوف ذا اي سي اند دي سي، يعني مش بيقيس قيمه ثابته في الاي سي، هو بيقيس الافكتيف فاليو بتاعت الاي سي وبيقيس الدي سي. اما الموفينج كويل اميتر بيقيس الدي سي كارنت اونلي، ما بيعرفش يقيس اي سي. كمان الهوت واير اميتر عنده نون يونيفورم ميجرنج سكيل، اما الموفينج كويل اميتر يونيفورم ميجرنج سكيل. الهوت واير اميتر its reading is affected by a by surrounding atmospheric temperature، واتفقنا ان انا علشان اتلاشى الزيرو ايرور اللي بيحصل نتيجه ان ال hot wire ammeter affected by the atmospheric temperature أنا بحط له بلات له نفس thermal expansion تحتيه. أما ال moving coil ammeter its reading not affected by the surrounding atmospheric temperature، لأن هو أصلا ملوش أي علاقة ب thermal energy اللي بتحصل نتيجة إن ال current بيعدي في الواير. طيب كمان الهوت واير اميتر moves slowly when connected to or disconnected from the electric current. البوينتر بتاعه بيتحرك بالراحة جدا سواء وانا بوصله عشان اقيس كارنت كام او لما بعمله disconnection عشان يوصل للزيرو، بيتحرك ببطء، اتفقنا على بال ما بيبرد. طب الموفينج كويل اميتر موفز فاست، بيتحرك بسرعة جدا when connected to or disconnected from the electric current. طب عشان نعمل بقى comparison ما بين ال AC وال DC current، أول حاجة ال AC obtained from the AC dynamo، أنا بطلع ال AC من ال AC dynamo. الدي سي كارنت بطلعه من الدي سي دينامو، بطلعه من الالكتريك سيلز، بطلعه من الكار باتري. الاي سي الدايركشن بتاعه اند الانتنسيتي فاريبل، الدي سي الدايركشن اند الانتنسيتي كونستانت. الاي سي كان بي ترانسميتد فور لونج ديستانسز، اقدر انقله في الكابلات اتفقنا فور لونج ديستانسز، اما الدي سي كانت بي ترانسميتد for long distances. The AC can be converted into DC، أما DC can't be converted into AC. طيب كمان the AC measured by the hot wire ammeter بس، أما DC أقدر أعمل له measuring by the hot wire ammeter and the moving coil ammeter. The AC is used in lightning and heating. DC بقى used in lightning, heating, electrolysis, charging batteries. استخدامات كتير. ونبتدي نقول ايه؟ يلا نحل. Let's think. It was noticed that the pointer of the hot wire ammeter moves on a non-uniform scale. This is due to. هو بيقول لك ان البوينتر بتاع الهوت واير اميتر بيتحرك في نون يونيفورم سكيل. ليه؟ احنا اتفقنا احنا عندنا نون يونيفورم سكيل ليه؟ النقطة اللي انا قلت لك عليها من شوية دي مهمة جدا. تيجي نقرا التشويسز. The hot wire ammeter measures the maximum value of the alternating electric current. لا. The pointer of the hot wire ammeter moves slowly
at the beginning of passing the electric current. لا. The amount of heat energy generated is directly proportional to intensity of the electric current. قلنا لا. The amount of heat energy generated is directly proportional to the square of intensity of the electric current. تبقى الانسر بتاعتي دي. سؤال كمان. بص المنظر. Four students drew a schematic diagram for the hot wire ammeter. Which student drawing is the correct scale for the hot wire ammeter? يبقى حضرتك لازم تخلي بالك من شكل السكيل بتاع الهوت واير اميتر. طيب student A ولا B ولا C ولا D هو اللي راسم ال correct scale for the hot wire ammeter. لو خدت بالك هو هيبقى student A. هنا نكون وصلنا لنهاية السيشن بتاعنا. أتمنى أن أنتم تكونوا استفدتم ولو استفادة بسيطة. شكرا ومع السلامة.